السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب فيكم أعزائي الطلبة في مقرر الجغرافيا الطبيعية الجامعتين 211 للمستوى الثاني الأدبي. عنوان درس اليوم: الأقاليم المناخية الحارة والرطبة. أبدأ معكم أعزائي الطلبة باستعراض أهداف درس اليوم. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تتعرف أنواع المناخات في الأقاليم الحارة والرطبة، أن تحدد الخصائص المناخية ونوع الغطاء النباتي لكل مناخ من مناخات الأقاليم الحارة والرطبة، وأن تقرأ الصور والنصوص والرسوم البيانية المتعلقة بالأقاليم الحارة والرطبة وأن تحللها. الآن عزيزي الطالب، في البداية، تشمل الأقاليم المناخية الحارة والرطبة منطقتين طبيعيتين. بماذا تتميز المنطقتين الطبيعيتين؟ تتميزان بارتفاع دائم للحرارة والرطوبة. تمتاز بارتفاع دائم لمعدلات الحرارة والرطوبة، لذلك سميت هذه الأقاليم بالأقاليم المناخية الحارة والرطبة. الآن المنطقتين الطبيعيتين هما: أولاً المنطقة الاستوائية والتي تقع عند خط الاستواء، ولذلك سميت بالمنطقة الاستوائية لأنها تقع عند خط الاستواء. والمنطقة الثانية هي المنطقة المدارية الرطبة، والتي تمتد بين دائرتي عرض 5 درجات و10 درجات شمال وجنوب خط الاستواء، شمالاً وجنوباً بالنسبة لخط الاستواء. فإذا اليوم سنتعرف ما هي الخصائص المناخية للأقاليم الحارة والرطبة. الآن لاحظ معي عزيزي الطالب هذه الخريطة. لاحظ موقع الأقاليم المناخية الحارة والرطبة. نحن ذكرنا بأن الأقاليم المناخية الحارة والرطبة تشمل منطقتين، المنطقة الأولى هي المنطقة الاستوائية والتي تقع عند خط الاستواء الذي يحمل الرقم 0. هنا خط الاستواء، فإذا هذه المنطقة هنا هي المنطقة الاستوائية. المنطقة الثانية المنطقة المدارية الرطبة، وهي تمتد ما بين درجتي عرض 5 إلى 10 شمال وجنوب خط الاستواء. إذن هذا موقع الأقاليم المناخية الحارة والرطبة على سطح الأرض. الآن أنتقل معكم أعزائي إلى النشاط الأول. سنتناول في النشاط الأول الخصائص المناخية للأقاليم الحارة والرطبة. أمامك مستند. المستند الأول يوضح الحرارة والأمطار في كوالالمبور في ماليزيا، والمستند الثاني يوضح الحرارة والأمطار في بومباي في الهند. تأمل عزيزي واقرأ المستندين السابقين ثم أجب عن الأسئلة التالية. قارن بين درجة الحرارة في كوالالمبور وبومباي وماذا تستنتج؟ قارن بين توزع كمية الأمطار في كوالالمبور وبومباي وماذا تستنتج؟ أذكر المناخ الذي تنتمي إليه كل من كوالالمبور وبومباي. الآن عزيزي الطالب، لقراءة هذا المستند يجب أن أوضح أعمدة الرسم البياني وماذا يمثل كل عمود فيه. الآن ابدأ معي. لاحظ هنا العمود الذي تشاهده الآن على اليمين هو الحرارة، هذا عمود الحرارة ويتمثل في الأرقام 0, 20, 40. أما على اليسار فهذا الأمطار، ولاحظ 0, 40, 80. فإذا عند تمثيل الحرارة والأمطار، الأمطار تكون ضعف الحرارة، أي أن 1 حرارة يساوي 2 أمطار. الآن هنا في الأفقي، الخط الأفقي، نلاحظ هنا أشهر السنة من يناير إلى ديسمبر. الآن تمثل الأمطار على شكل أعمدة. لاحظ الأعمدة، لاحظ الأعمدة، هذه الأعمدة باللون الأزرق، هذه أعمدة الأمطار، وتمثل الحرارة بشكل منحنى. هذا الخط هو منحنى الحرارة. الآن هنا أيضا في بومباي نلاحظ
الحرارة هنا، لاحظ درجة الحرارة 0-20-40، ولاحظ الأمطار بالمليمتر 0-40-80-120 إلى آخره، فهنا دائما الأمطار تكون ضعف الحرارة. والأفقيا نشاهد أشهر السنة 12 شهر في السنة من يناير إلى ديسمبر، الأمطار تمثل بأعمدة كما نشاهد، والحرارة تمثل بمنحنى، هذا منحنى الحرارة. جيد؟ الآن بعد قراءتك لمستند كوالالمبور وبومباي، نلاحظ في كوالالمبور مثلا، ابدأ معي في كوالالمبور في ماليزيا، ترتفع الحرارة بشكل عام طيلة أيام السنة. لاحظ الحرارة فوق 20، فهي حرارة مرتفعة طيلة أيام السنة. نعم مستقرة ثابتة تقريبا، ولكنها مرتفعة طيلة أيام السنة. أما الأمطار فالأمطار تكون غزيرة وتسقط معظم أشهر السنة. نعم هناك تفاوت في أشهر السنة في كمية الأمطار، ولكن الأمطار تسقط في كل أشهر السنة. فإذا المناخ الذي تنتمي إليه كوالالمبور في ماليزيا هو مناخ المنطقة الاستوائية. إذا المنطقة الاستوائية حرارة مرتفعة طول العام، أمطار غزيرة طول أيام السنة. الآن المدينة الثانية، لاحظ معي المدينة الثانية هي مدينة بومباي في الهند. لاحظ كمية الحرارة والأمطار، الحرارة ترتفع بشكل عام طيلة أيام السنة. لاحظ الحرارة أيضا هنا أعلى من 20. أما الأمطار فهي تنحصر بين شهري مارس، لاحظ هنا من مارس إلى أغسطس، فيعني تتركز وتنحصر الأمطار بين شهري مارس إلى أغسطس. الآن مارس إلى أغسطس أي فصل من فصول السنة؟ فصل الصيف طبعا، أغسطس، يونيو، يوليو، مايو، أبريل، هنا هذه أشهر الصيف، إذا فصل الصيف تسقط الأمطار. فلذلك منطقة بومباي في الهند تنتمي إلى مناخ المنطقة المدارية الرطبة. الآن نستخلص الآن من خلال يعني مقارنة بين كوالالمبور وبومباي، نستخلص بشكل عام الخصائص المناخية في كل من المنطقة الاستوائية والمنطقة المدارية الرطبة. ببدأ معكم بالمنطقة الاستوائية. المنطقة الاستوائية المناخ يكون فيها مستقر إجمالا، لاحظ معي الحرارة تقريبا ثابتة، مرتفعة وثابتة طيلة أيام السنة. فإذا أول نقطة مناخ مستقر طيلة أيام السنة، يتميز بخضوعه الدائم لفصل واحد ورطب. لاحظ طول أشهر السنة هناك غزارة في كمية الأمطار، لا يوجد فصل جاف وفصل ممطر، طول أيام السنة هناك أمطار غزيرة على كل الأشهر. فإذا تتميز بفصل واحد رطب. النقطة الثالثة الحرارة مرتفعة بشكل دائم، وذلك لهبوط أشعة الشمس بشكل عمودي أو شبه عمودي طيلة أيام السنة، لأن منطقة تقع على خط الاستواء فأشعة الشمس تسقط عليها بشكل عمودي أو شبه عمودي طول أيام السنة. النقطة الرابعة يتراوح معدل الحرارة السنوي بين 25 درجة و 27 درجة، أي أنه تقريبا يعني مستقر طولة أيام السنة، لا يوجد فرق كبير بين درجات الحرارة طيلة أيام السنة، وهذا يعني بأن المدى الحراري السنوي ضعيف في المناخ الاستوائي. النقطة الخامسة الأمطار، ماذا تلاحظ عزيزي الطالب في الأمطار هنا في الرسم البياني؟ نلاحظ بأن الأمطار غزيرة معظم أيام السنة. نعم قد تختلف كمياتها هنا، مثلا في شهر يونيو ويوليو وأغسطس هذه أشهر الصيف قد تقل كمياتها قليلا وترتفع في أشهر أخرى، ولكنها تبقى غزيرة وتتساقط معظم أيام السنة. النقطة السادسة يبلغ
المعدل السنوي للأمطار حوالي 2000 مليمتر ويصل إلى 5000 مليمتر سنويا، مثل مثلا في ساحل كولومبيا أو ليبيريا أو جزر مارشال. الآن هذا بالنسبة للمناخ الاستوائي، لاحظ كمية الأمطار غزيرة طول أيام السنة، لاحظ حرارة مرتفعة إجمالا ومستقرة طول أيام السنة، تقضع لفصل واحد رطب. الآن أنتقل معكم إلى المنطقة الأخرى وهي المناخ المداري الرطب. لاحظ معي عزيز طالب، بما تتميز الحرارة والأمطار في المنطقة المدارية الرطبة؟ يتميز هنا بوجود فصلين. لاحظ في أشهر مثلا يناير وفبراير وديسمبر ونوفمبر وأكتوبر، لاحظ لا يوجد أمطار، فإذا في فصل الشتاء لا تسقط الأمطار، لذلك فصل الشتاء حار وجاف. بينما فصل الصيف، لاحظ معي أبريل مايو يونيو يوليو، لاحظ أشهر الصيف تشهد غزارة في كمية الأمطار، لذلك هناك فصل الصيف يكون رطب وأكثر حرارة. ولاحظ هنا ارتفاع معدل الحرارة، هنا المنحنى، لاحظ يعني ارتفاع المنحنى في أشهر الصيف عن باقي أشهر السنة، هنا معدل أو منحنى الحرارة مرتفع في الصيف. الآن يتراوح معدل الحرارة الشهري بين 25 درجة و 32 درجة. الأمطار تنحبس خلال فترة معينة من السنة، ولاحظ هنا كما ذكرنا في فصل الشتاء تنحبس الأمطار لأن فصل الشتاء يكون جاف وحار. الآن كلما ابتعدنا عن خط الاستواء باتجاه المدارين تطول فترة الجفاف. ماذا أقصد بفترة الجفاف؟ فترة الجفاف أقصد أن هنا عندما تكون معدلات الحرارة أعلى من معدلات الأمطار، إذن هذا فصل جاف، هنا فصل رطب ممطر. بينما هنا عندما تكون معدلات الحرارة أعلى من معدلات الأمطار يكون الفصل جاف، فإذن فترة الجفاف تطول كلما ابتعدنا عن خط الاستواء باتجاه المدارين. الآن النقطة التالية، تهب على مناطق الجنوب في شرق آسيا رياح موسمية قادمة من خلايا ضغط مرتفع وتكون عادة باردة وجافة في فصل الشتاء. نحن ذكرنا الآن بأن فصل الشتاء حار وجاف، صحيح؟ بسبب مرور هذه الرياح، هناك رياح موسمية قادمة من خلايا ضغط مرتفع في الشتاء وتكون باردة وجافة، لذلك فصل الشتاء يكون حار وجاف، يكون جاف. الآن في الصيف، في الصيف تهب أيضا رياح من المحيط نحو اليابسة وتكون حارة وعاصفة في الصيف، لاحظ حارة وعاصفة في الصيف، فإذا في الصيف هنا أمطار، لذلك يكون فصل الصيف رطب وتكون الأمطار عادة عاصفة وغزيرة الأمطار. هذه الأمطار عادة ما تسبب أضرارا جسيمة لأنها عادة ما تكون مصحوبة بأعاصير مدمرة وفيضانات قوية، حيث أن أكثر هذه المناطق تعرضا تكون في جنوب شرق آسيا. إذن هذه خصائص المناخية، هذه الخصائص المناخية لكل من المنطقتين، المنطقة الأولى المنطقة الاستوائية والمنطقة الثانية هي المنطقة المدارية الرطبة. الآن أنتقل معكم إلى النشاط الثاني وهو يتناول الغطاء النباتي في الأقاليم الحارة والرطبة. الآن بطبيعة الحال عندما يختلف المناخ في الأقاليم، الآن في المنطقة الاستوائية والمنطقة المدارية الرطبة، هناك مناخ مختلف، هناك أمطار تسقط في فصل معين ولا تسقط في فصل آخر، بينما منطقة ثانية أمطار طول العام. الاختلاف في المناخ بالتأكيد بأنه يؤدي إلى اختلاف في الغطاء النباتي وتنوع الغطاء النباتي. الآن أمامك مستند يوضح غابة استوائية، صورة توضح غابة استوائية وصورة أخرى توضح منطقة السافانا. تأمل في الصورتين ثم أجب عن الأسئلة التالية:
صف الغطاء النباتي في الصورة التي تمثل الغابة الاستوائية، واستنتج إلى أي منطقة مناخية تنتمي، ينتمي هذا الغطاء النباتي يعني. الآن صف الغطاء النباتي أيضا في الصورة رقم 4 والتي تمثل السافانا، واستنتج إلى أي منطقة مناخية ينتمي هذا الغطاء. الآن أطلب منك عزيزي الطالب أن تلاحظ كمية الأشجار، أن تلاحظ كثافة الأشجار، ارتفاعها وطولها. وهنا أيضا في المستند الرابع في منطقة السافانا، أطلب منك أن تلاحظ أطوال الأشجار، تباعد الأشجار. الآن أبدأ معكم بإجابة الأسئلة. المستند الثالث والذي كان يشير إلى الغابة الاستوائية، فإن الغطاء النباتي يتميز بأنه كثيف. عندما تلاحظ عزيزي الطالب الصورة ستلاحظ بكثافة في الأشجار ودائم الإخضرار، فإذا ينتمي إلى المنطقة الاستوائية. بينما صورة السافانا فيتميز الغطاء النباتي بقصره وبقلة الأشجار فيه وتباعدها. لاحظ، لاحظ هنا الأشجار قصيرة متباعدة، فإذا هو المنطقة هنا تكون منطقة مدارية رطبة. ولاحظ هنا في الغابة الاستوائية الأشجار كثيفة عالية، فإذا هنا ما تكون منطقة استوائية. فإذا المنطقة هي منطقة السافانا، هي تنتمي إلى المنطقة المدارية الرطبة. الآن تعرف على خصائص الغطاء النباتي في المنطقة الاستوائية، ثم ستعرف على خصائص الغطاء النباتي في المنطقة المدارية. أبدأ بالغطاء النباتي في المنطقة الاستوائية. من خلال يعني ملاحظتك للصورة السابقة، ماذا لاحظت بالنسبة لكثافة الأشجار وارتفاعها؟ نلاحظ أولا بأن الغابات كثيفة ودائمة الإخضرار كما ذكرنا سابقا، فإذا تتميز بغابات كثيفة دائمة الإخضرار. النقطة الثانية، تتميز بأشجار مرتفعة تصل إلى 40 متر بالإضافة إلى أنها متنوعة. من يسكن في هذه المنطقة؟ عادة السكن في هذه المنطقة يكون صعب. تسكن في هذه الغابات قبائل بدائية كقبائل الأقزام. لماذا الحياة تكون فيها صعبة؟ لك أن تتخيل عزيزي الطالب غابات كثيفة متشابكة، أشعة الشمس لا تصل إلى الداخل، لك أن تتخيل المستنقعات والحشرات. لذلك تكثر فيها الزواحف والثعابين والحشرات والقرود والسناجب والطيور وغيرها. الآن الغطاء النباتي عادة التربة، يعني التربة في المنطقة الاستوائية تكون تربة ضعيفة وفقيرة وغير صالحة للزراعة، لذلك تنمو معظم جذور الأشجار أفقيا. لماذا تنمو أفقيا؟ لتوافر الدبال على الطبقة العليا، إن عادة التربة تكون ضعيفة وفقيرة، فالأشجار تنمو أفقيا وذلك لتوافر الدبال في الطبقة العليا من التربة، وهي طبعا سريعة العطب. الآن هذه خصائص الغطاء النباتي في المنطقة الاستوائية. ذكرنا الآن غابات كثيفة، أشجار مرتفعة، حشرات تسكن فيها قبائل بدائية إلى آخره. الآن أنتقل معكم إلى خصائص الغطاء النباتي في المنطقة المدارية. الغطاء النباتي في المنطقة المدارية كما لاحظنا في السافانا، يعتمد الإنسان على قطع الغابات والسافانا وحرقها. لماذا يستعمل الإنسان طريقة الحرق؟ وهي طبعا هذه الطريقة تسمى طريقة الزراعة المتنقلة. لماذا يعتمد الإنسان على حرق هذه الأشجار؟ وذلك لاستعمال رمادها كسماد لتخصيب التربة، لأن هنا أيضا الأرض تكون غير يعني فقيرة أيضا وغير خصبة، فيقوم الإنسان بحرق أشجار السافانا ويستخدم رمادها كسماد لتخصيب التربة، وبالتالي بإمكانه الزراعة. الآن ثانيا، الغطاء النباتي في المنطقة المدارية متدرج،
متدرج من أشجار، غابات يعني عالية أشجار إلى حشائش السافانا. ارتفاع الأشجار ارتفاعها يكون متدرج. النقطة الثالثة، من يسكن ومن يعيش في هذه المنطقة؟ تسكنها جماعات بشرية تعتمد على الزراعة البدائية المتنقلة، وكما ذكرت هنا في النقطة الأولى زراعة متنقلة تعتمد على الحرائق، تحرق الأشجار والسافانا ويستخدم رمادها كسماد لتخصيب التربة. فإذا السكان الذين يعيشون في هذه المنطقة يعتمدون على زراعة بدائية متنقلة وهي تعتمد على الحرائق. الآن التربة في هذه المنطقة تتعرض لعوامل التعرية وتصبح فقيرة وغير صالحة للزراعة. ذكرنا هنا أن التربة غير صالحة للزراعة وهي فقيرة، لذلك يستخدمون طريقة الزراعة المتنقلة وهي زراعة بدائية. الآن ما هي أنواع الحيوانات التي تعيش في المنطقة المدارية؟ تكثر فيها الحيوانات الآكلة للأعشاب مثل الزرافات والغزلان، أو الحيوانات الآكلة للحوم كالأسود والنمور. فإذا هذه هي خصائص الغطاء النباتي في المنطقة المدارية، غطاء نباتي متدرج من أشجار عالية إلى أشجار سافانا وأشجار قصيرة. الإنسان يعتمد على زراعة متنقلة تعتمد على الحرائق، تسكن جماعات بشرية تعتمد على هذه الطريقة في الزراعة، الأرض تتعرض لعوامل تعرية وتصبح فقيرة وغير صالحة للزراعة. أما الحيوانات فهي إما حيوانات آكلة للأعشاب كالزرافات والغزلان، أو حيوانات آكلة للحوم كالأسود والنمور وغيرها. إلى هنا أعزائي الطلبة نأتي إلى نهاية درس اليوم، شكرا لحسن استماعكم.